أنواع الظلم التي لاقاها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الافتراء بالأباطيل والتهم. تتصورون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الرجل الذي كما ذكرت ما من آية في القرآن جاءت يا أيها الذين آمنوا إلا وعلى رأسها وشريفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والمصداق الأكمل لهذه الآية القرآنية الكريمة. أمير المؤمنين يأتي مفسر للقرآن، صاحب كتاب في ظلال القرآن، ويفسر هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أيعقل ذلك؟ أمير المؤمنين الذي طلق الدنيا، الذي كان يعبد الله ليل نهار، أمير المؤمنين الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره، كان مع النبي، يفترى عليه بهذه الطريقة.